بيكو النهاردة معايا هنجاوب كده على عدة أسئلة حبيت ان انا اعملها في فيديو عشان في حاجات لازم تتوضح قدامكم مهمة جدا. بالنسبة لخيط الرافية، خيط الرافية احيانا لازم استخدم فيه داعم، خاصة الشنط اللي هي بتبقى بالارتفاع ده وبالشكل دوت. هنا في ناس بتحب تعمل ايه، في ناس بتحب تعمل القعده كده زي ما احنا شايفين. بصوا كده القعده، الشنطه هنا اهي، هنا ممكن تحطي داير ما يدور على الشنطه الداعم اللي انت محتاجاه. ليه؟ لانه بيخلي الشنطه بتفضل واقفه وثابته. يعني لما بتيجي تحطي الشنطه، بصي الشنطه من هنا فيها ارتكاز، يعني مرتكزه على حاجه، تمام؟ طيب الداعم ده شكله ايه؟ الداعم ده فيه الداعم بيبقى شكل بالظبط الشنط، يعني بتجيبيه نفس اللون. بصوا هو بيبقى عامل ازاي، هو برضو بيبقى عامل زي ورق كده اهو، بيبقى ملفوف من جواه سلك، بيبقى ملفوف من جواه سلك. لو مش متوفر انت ممكن انت تجيبي السلك دوت، السلك ده ممكن بيتباع لوحده وانت بتحطيه جوه الخيط وبتفضلي تبرمي كده، تمام؟ تفضلي تبرمي على السلك ده. السلك ده على فكرة برضو بيتباع لوحده، والشلل بتاعت الدواعم دي بتتباع برضو لوحدها، بتتباع تقريبا الشلة حوالي ربع كيلو. وانتي بتاخديه لما بتعملي القعدة بتاعتك، لما بتيجي بتظبطي القعدة من الجوانب بتبتدي تحطيه كده من هنا من جوه، وبتبتدي تشتغلي عليه داير ما يدور كده لحد ما القعدة بتاعتك تبقى ثابتة. يبقى في انواع فعلا من الشنط بتحتاج ان انت لازم تحط لها دواعم عشان تفضل واقفه بالشكل ده. في ناس كمان بتعمل ايه، في ناس كمان لما بتيجي بتقفل الشنطه من فوق، ودي بيعملوها الاجانب كتير جدا، وبصراحه برضو حلو، بس انا يعني ما جربتهاش، بس هي شفتها في الموديل كانت جميله جدا. بعد ما بيخلصوا برضو من فوق بيبتدوا يحطوا، قبل ما يركبوا السوسته بيحطوا من جوه وبرضو بيشتغلوا عليها. ليه؟ عشان تبقى برضو الشنطة ليها ثبات من فوق، تبقى ثابتة من فوق، تمام؟ وبرضو بيخيطوا عادي اهو. يبقى ده الداعم بتاع خيط الرافية، ممكن يجي بنفس لون الشنطة وممكن يجي بألوان مختلفة، في ألوان منه كتير جدا. امتى برضو احط الداعم؟ احط الداعم في الشبهات بتاعتي. في بقى داعم بتاع الشبهات ممكن يبقى من نفس النوع ده، وفي اللي هو بيبقى بالظبط عامل زي، مش عارفه اطلعها لكم اهي، انا نزلتها في الفيديو على فكره قبل كده. بيبقى بصوا كده عامل زي الخرطوم البلاستيك بس شفاف خالص اهو، ده برضو بتجيبيه وبتعملي منه الشبوه عشان يبقى واقف كده. وطبعا بيبقى في السطر اللي قبل الاخير، مش على الحرف، في السطر اللي قبل الاخير. برضو ده من نوع من انواع حلوة جدا اللي انت ممكن تعتمد عليها في شغل الرافية. في كمان حاجة تانية حابة اوضح ليها، خيط الرافية قبل ما تشتغلي بيه لازم 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 تبخيه مية وتسيبيه طول الليل على حتة قماشة تكون بيضة او حاجة توريكي اللون. لو انتي نزلتي من الخيط ده لون، يعني صبغة، ما تشتغليش بيه وترجعيه، لان الخيط الرافي عموما بيبقى للمية. فطبعا انتي لو لابسه شابوه اتعرض للمية والصبغة بتاعته هتنزل منه، يبقى ما ينفعش، هيبهدلك كل الهدوم. والاحسن ان انتي تبعدي عن الالوان اللي هي بتبقى كتير، يعني الابيض حلو، البيج حلو، يعني في الوان بتبقى صرخة بتنزل لون جامد جدا، فدي حاول ان انت برضو تتفادي الخطأ ده، تمام؟ يبقى زي ما احنا قلنا كده، الشغل بخيط الرافية حلو جدا، مسلي جدا وشيك جدا. اهم حاجة ان انت تشتغلي بس الشغل بتاعك صح. طيب استخدم ابرة رقم كام؟ السؤال ده ما ينفعش خالص خالص خالص، ما ينفعش ان انا احدد ابرة رقم كام. ليه؟ لان الابر
بتختلف حسب ايدك. يعني انا ممكن مثلا اكون اتعودت على ان انا اشتغل بايد الرقم 4، حاجة اقولك اشتغلي بايد الرقم 4 تقوليلي ده واسع جدا. ايدك هي اللي بتحدد طريقة الشغل بتاعك، ما ينفعش اقولك اشتغلي رقم ابرة كذا. احيانا بتبقى فيه على الخيط نفسه المقاس اللي انت بتشتغليه، لا مش صح، ومش مع كل الموديلات بتظبط معاكي. يعني انا ممكن اقولك اشتغلي خيط رافية بابرة رقم 2، تبص تلاقي الشغل في ايديكي ضيق جدا جدا وشكله مش حلو والغرز شكلها مش حلو. ممكن اقولك رقم 4 تشتغلي برقم 4 يطلع واسع جدا. ايدك هي اللي بتحدد الشغل بتاعك، تمام؟ مفيش ان انت تلتزمي بابرة رقم كام. انا السؤال ده بتسأله 50 مرة، الابرة رقم كام، الابرة رقم كام. يا جماعة كل واحدة فينا ايدها مختلفة غير التانية، تمام؟ كل واحدة فينا تقدر ان هي تشتغل بطريقة غير التانية خالص. انا ممكن استخدم ابرة رقم 2، انت ممكن 3، غيرك 4، تمام؟ فما فيش حد يلتزم او ايده زي ايد التاني، كل واحد ايده مختلفة. اهم حاجة ان انت في الاخر بتطلعي الشكل بتاعك مظبوط. والافضل ان انت قبل ما تشتغلي اي قطعة اعملي عينة لنفسك بابرتين، ابرة تكون صغيرة وابرة تكون كبيرة، وتبتدي تحددي او تشوفي ايه الشكل الاظبط افضل. هو الافضل في الرافية ان انت تشتغلي ابرة وسط بين 2 و4، يعني ما تبقاش لا 2 ورا، يعني في النص كده، يعني 2.5 3، تمام؟ هتظبط لك الشغل جدا. في حاجة كمان عايزة اقولها اوضحها، خيط الرافية حلو جدا في ايه بقى كمان، ان هو ممكن تكويه بمكوى البخار. لما بتكويه مكوى البخار بيبقى كأنك شارياه، يعني بص بيبقى نفس الشكل ده، دي مكوية بالبخار، بصوا دي مكوية بالبخار اهي، بصوا دي مكوية بالبخار اهي. بينزل الخيط. انا في على الجروب عندي كان في موديل شنطة انا عاملة فيها ازاي تكوي خيط الرافية بالمكوى، كنت منزلة الفيديو ده على الجروب عندي، ياريت تشوفوه، تمام؟ اخر حاجة عايزة اقولها ان انتوا خيط الرافية جميل جدا، اشتغلوا بيه. انا بقالي 3 سنين بشتغل بيه، ما تخافوش من اي حاجة، لانه سهل جدا ممتع جدا في الشغل، هتنبسطوا بيه جدا جدا جدا. اهم حاجة ان انتوا تستخدموا الابرة الصح، الموديل الصح، الالوان الحلوة اللي انتوا بتحبوها. واي استفسار اكتبوا لي في الكومنت، في كومنت في التعليقات تحت، وانا تحت امركم في الرد على اسئلتكم في اي حاجة بتخص خيط الرافية عموما. بشكركم، واي سؤال انا تحت امركم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.